جدا يا دكتور حازم، شكرا جدا يا دكتور زغلول ودكتوره سلوى وكل زمايلي دكتور حسن، كل يعني كل زمايلي في قطاع منهور، شكرا جدا. انا نبدا ان شاء الله. انا استكمالا لكلام، يعني انا المحاضره هي استكمالا لكلام دكتوره نيفين، ازاي نحاول ان احنا نبقى عندنا حاجه قريبه من الانترفنشن نيفرولوجي اللي طبعا على راسهم ده منهور، حاجه زي قريبه منه. لو احنا هنتكلم عن نيفرولوجي عامه، النيفرولوجي عامه هي موداليتيز وبي دي وكيدني ترانسبلانت وكلينيكال نيفرولوجي والريسيرش اللي هي الجزء اللي اتكلم عليه دكتور زغلول في الاول، وفعلا الريسيرش هنا كشباب اطباء يعني الدنيا مش ماشيه زي ما دكتور زغلول قال لكم ان هو اضطر يبعت من غير اسم مصر، مع ان احنا معانا ريبريزنتيف من مصر. فعلا دكتور زغلول كان قال لي ساعتها وبعت على جروبات وكده مش انترستد قوي، بس يا ريت طبعا الموضوع كويس قوي. وكريتيكال كير نيفرولوجي، ومش كده وبس، ده في الفتره الجايه كمان في هول اونكو نيفرولوجي وبستاتريك نيفرولوجي كارديو نيفرولوجي يورو نيفرولوجي وجلوميرولر والهوم هيموداليسيس كمان هيبقى ليهم زي ما نقول شعب. طيب النيفرولوجيست ان ايجيبت عددنا كام؟ يعني احنا كام طبيب كلى في مصر؟ طبقا لاخر احصائيه من وزاره الصحه احنا عددنا 1200 دكتور كلى. 1200 ده يبان ان هو رقم صغير، بس دول اللي مسجلين كلى، يعني دلوقتي على راس العمل. في اكتر من كده ممكن نقول نصهم مثلا بره مصر، تمام، في ناس هنا بس متسجله بطنه مش متسجله كلى. دي الاحصائيه الرسميه بتاعت وزاره الصحه. مشكلتنا في ايه في ال 1200 دكتور؟ ان هم مركزين على احنا ادي الثلاثه برانشز اللي موجوده في مصر. احنا الثلاثه برانشز اللي موجوده في مصر هي الكلينيكال نيفرولوجي والدياليسيز والترانسبلانتيشن. الترانسبلانتيشن خلاص شكله ايه يعني، الدنيا صعبه اليومين دول شويه، فاللي مين اللي شغال هو كلينيكال نيفرولوجي والدياليسيز. ال 1200 متركزين اكتر على الدياليسيز، تمام، وده معلومه احنا كلنا عارفينها. طيب طول ما حضرتك متركز على الدياليسيز، طول ما حضرتك ما بتعملش حاجه مختلفة عن باقي الحاجات، مش هنقدر ننور، بمعنى اصح نظهر. حضرتك عايز تظهر كدكتور تخصص كلى، حضرتك اختار حاجة ماشي، ممكن تكون حتة صاب سبيشالتي في الدايلسيس او حاجة مختلفة في الاذر سيكتورز اللي انا كنت قلتها. طيب دي المشكلة اللي قالت عليها برضو دكتورة نيفين، بدأنا اللي احنا نقول لا طب يلا احنا هنعمل انترفنشن نيفرولوجي. دي المعوقات اللي قالت عليها دكتورة نيفين، هو المعوقات مش مدير المستشفى بس، تمام، هو المعوقات مدير المستشفى والاي تي والفلوس ولازم نعمل ريسك، انا لو جرى للعيان حاجه مين اللي هيتحملها قانونيا، الكواليتي رايهم ايه في الموضوع وهيظبطوها لنا ازاي، الاتش ار اللي هو مثلا توفير المان باور. انا ما شاء الله شفت، انا ما كنتش اعرف صراحه العدد المهول بتاع ده ما شاء الله، يعني المان باور، لان كل حاجه ما ينفعش يبقى مثلا دكتور واحد بيعرف يعمل حاجه يعرف يعمل حاجه في مكانه، انسوا الموضوع ده خالص، تمام. هي تيم، وما شاء الله الصوره ما كانش فيها مكان لصور تانية، فهي اللعبه قصه مان باور. المان باور ازاي؟ اللي هو الاتش ار في المستشفى او في المكان، انتداب نواب، لا دكاتره زماله، لا هننزل تعيينات، لا كذا لا كذا. فبالتالي المعوقات دي اللي قالت عليها دكتوره نيفين هي بتتلخص في السلايز دي. طيب دي الحاجات برضو اللي موجوده في، يعني لو حضرتك دخلت تدخل تكتب انترفنشن نيفرولوجي بروجرام هيطلع لك ان بره مصر الحاجات دي. احنا الحاجات اللي في مصر هو اللي موجوده في اي سنتر من اللي انا هقوله دلوقتي اغلبه، يعني الحاجات اللي بالاخضر. ما عندناش هنا مش شغالين قوي في الانجيوجرام والثرومبكتومز والستنتس والكلام ده، لا مين اللي احنا سايبينه للانترفنشن راديولوجيست، وساعات الفاسكولار بيدخل معاهم برضو في المواضيع، انما احنا مين اللي فعلا اساطر بايوبسي الترا ساوند للنيتيف والجرافت. طيب هل معلوماتنا على الاساطر تبقى على قد كده، على قد انها كيرفد ولا ستريت؟ لا، انا لازم اسال على اي قسطره هتيجي لحضرتك الوحده. لو انت ناوي بقى لا ندخل في الانترفنشن نيفرولوجي، اسال على البروشور بتاعها اللي هو بيبقى موجود جوه الصندوق، او اسال للمندوب على البروشور بتاعها. هتفيدك في ايه؟ هتفيدك ان كل قسطره مش لازم خالص تبقى اسمها قسطره غسيل، لا ده احنا هنلاقي اللي هو الدبل دي، لا هنلاقي الراوندد، لا التيب سبليتد، لا مش سبليتد، طولها قد ايه، حجمها، طب انا هركبها جاجلر 19 ولا فيمور كذا، كل واحده هتلاقي اختلافات فيها عن اللي قبلها، تمام. وحتى العلبه ركز جدا في الحاجات اللي فيها، يعني ممكن انا دلوقتي يعني بدات ادخل في موضوع الشهر واحد شويه، لا في اختلافات جامده، يعني ممكن تلاقي ان علبه محطوط معاها فين فوط التعقيم، لا مش موجود. طب في علب دلوقتي جواها الابره اللي هي هتاخد بيها الغرزه بعد لما تخلص مثلا، يعني في علبه نفس القسطره اسمها قسطره غسيل مزدوجه، هتلاقي فيها السرنجه اللي هي المخرومه اللي بتدخل فيها الجايد واير، لا علبه ثانيه ما فيهاش. فما فيش حاجه اسمها تنزل للشراء الموحد او لاي حاجه يعني تقول له هات لي قساطر غسيل، لا حضرتك
بدات تدخل كانترفنشن، لا هي مش اثرت غسيل، هي اثرت غسيل بكذا كذا وكذا وكذا، وتحط لها 10 15 ايتم تحتيها فعلا. ودي موجوده دلوقتي اختلافات ما بين على الاقل، لو انا يعني لو انا حاسبها صح، على الاقل 10 شركات بقت تنتج اساطر الغسيل في مصر، ده اللي على المنظومه بتاعت شرم واحد، وسته بينتجوا برميكاسو. تمام، ده اكيد المعلومات دي. فبالتالي الموضوع بدا بقى لا لازم ندخل فيه قوي ولازم نفهم فيه قوي، لان بدل ما يجي لنا اي حاجه وبعد كده تلاقي لسه كان دكتور حازم يقول ده في اساطر بتركب وبعديها وهو على الترابيزه ما بتشتغلش. تمام، فده بالنسبه للاساطر العاديه. البرميكاسو اللي هتتاخدوه في الكورس او هتاخدوه عامه او اللي هنقدر ننفذه شويه هو الالترا ساوند جايدد. طب لو في افيلابيلتي للسي ارم، لو حد عارف يوصل للسي ارم عنده في المستشفى ماشي خير وبركه طبعا، بس برضو في يعني بنمد الحفنه على قد رجلينا شويه. موضوع السي ارم مش سهل قوي ان انت تقدر توصل لمدير المستشفى وكمان وايه وتقنع ان هم يفضوا لك اوضه عمليات. يعني هو مشكله السي ارم ممكن يكون موجود بس عليه لست بتاع اليوروجيست والاي حد انترفنشن وال مستخدمينها، فمش سهل اللي انت تفضيه. التانل كافت كاستر برضو محتاج اللي انت تفهم في السبيسيفيكيشنز بتاعتها، ايه الحاجات اللي جوه العلبه، العلبه بتاعتها كده ايه الحاجات اللي فيها، وبرضو بتختلف ايه الانواع، نوع الجايد واير ده ايه، وايه قصه الستانلس ستيل ومش الستانلس ستيل ومش عارف ايه، كل الكلام ده المفروض اللي احنا نفهمه. اب تو ايه؟ اب تو التيب، التيب دي سبليتد ولا مش سبليتد، لا اخرها رايحه على ناحيتين وعلى ناحيه، كل الكلام ده لو احنا قررنا اللي احنا نبقى عندنا انترفنشن راديولوجي لازم نبقى فاهمين فيه وعاملينه في جداول لنفسينا اكننا لسه بنتعلم يعني ايه فلتر، هنتعلم يعني ايه أستر. ده التيب اللي انا كنت بقول لكم عليه. طب وصلت فين؟ الحاجات دي طبعا هتبقى كويس قوي اللي انتوا تتعلموها. اكتر واحد هيفيدك في القصه دي روح لشركه وقول له انت فايدتك انت اكتر، انت احلى من الشركه الثانيه في ايه، هتلاقيه طلع لك عيوب الشركه الثانيه. وروح لنفس الشركه الثانيه قول له انا سمعت ان انت احسن واحد في الدنيا، ايه بقى اكتر عيوبك؟ هيطلع لك عيب. تاخد تجمع الكلام ده في ورقه وتروح تسال حد اكسبرتيز بيركب زي دكتور زغلول، دكتور وائل، دكتور حسن، دكتور حد اكسبرتيز، ده انا الشركه دي قالت لي كذا والشركه دي قالت لي كذا، هي دي بتعمل ايه على التنفيذ الفعلي؟ دي احسن طريقه تتعلم بيها يعني ايه استر برميكاس ويعني ايه استر. اسال، اسمع الاول من الشركات وكل واحده هيجيب لك اخره، وقول له هات لي الايه، هات لي البروشور بتاعك واقعد اقرا البروشور. بعد لما كده لازم تسال اكسبرتيز، محدش فينا كدكاتره نيفرولوجي يعتمد على الكلمه اللي هيسمعها من مندوب الشركه، واكيد عايز ان اسطرته احسن اسطره في الدنيا، فلازم تسال اكسبرتيز. خلصنا الاسطره، دخلت في مكان ركبت الاسطره، لازم تعمل لنفسك انفكشن كنترول ميجر. طيب الاسطره هتنفكت؟ اه هتنفكت، صعب قوي قوي اللي احنا في مصر نقول لا انا هقدر احافظ على الهيجين بتاع العيان وبتاع التركيب وكذا وكذا، بتحصل اه بس واخده نسبه من الانفكشن وارده. طيب هتعمل ايه في الانفكشن؟ ماشي هنشرحها الاول ميديكال في المحاضرات كاسيتر انفكشن، بس انا اللي يهمني بقى كالمحاضره دي اداره اكتر ما هي. طب اعمل لنفسك بروتوكول، ده البروتوكول مثلا بتاع دار الفؤاد، يعني انا جبته باعتباري في الدار. البروتوكول متقسم ازاي؟ اول حاجه اللي تعب في البروتوكول لازم اسمه يذكر، يعني مش هتعمل بروتوكول كنايب وتقول لا ده مثلا رئيس الاسم ايه، هو لازم تتسجل كل حاجه باسمه، مش لازم خالص، انت حضرتك في البروتوكول بتكتب بريبيرد باي، بعد كده السينيور عليك بيراجعها. تمام، ريفيود باي، وممكن تكون ريفيود برئيس الاسم. الابروفد باي دي البروتوكول، الصيغه اللي انا جايبها لكم دي يعني ده الاكريديتد في الجي سي اي والايز وكل حاجه والجهار بعد كده كتأمين صحي، اللي هي بريبيرد باي، ابروفد باي، ريفيود باي، يعني اتراجعت من فلان، وابروفد باي. ابروفد باي احسن ان انت تحط مدير المستشفى مش رئيس الاسم، حاجه سياسيا حط مدير المستشفى في اي بروتوكول ابروفد باي، عشان بعد لما تعمل حاجه ما يجيش مدير المستشفى يقول لك ايه لا انا مش موافق على الكلام ده، لا هو اراه وعرف ان هو ابروفد وعرف ان احنا هنعمل ريفيرر في الحالات الفلانيه، لا هنستدعي الاي سي يو في الحالات الفلانيه، لا ده ميديكال ليجل كذا. فده مثلا صيغه للبروتوكول. طيب هتكتب في البروتوكول ايه؟ ده برضو مثال للبروتوكول انا خدت بوينتس فيه. اول حاجه هتكتب الجول، الجول اللي احنا انسرت عيانين اساطر برميكاس في عيانين يا اما بيتحضروا الزرع فمش هنعمل فيستولا، يا اما مثلا مالتيبل فيلد فاسكولار اكسس فخلاص مش عارفين نركب، يا اما مش عارف اجيب له فينات والفيستولا باظت. نكتب الجول، السكوب اللي هو الطموح، الريسبونسبيلتيز والبروسيدجر، هتشرح احنا هنسحب كذا هنعمل كذا، هنسحب دي مثلا ده اللي هو بتاع القسطره وازاي بنشغلها، هنسحب سنتي، هنحط طب الهيبرين لوك ولا هيبرين عادي، طب الهيبرين العادي يبقى هنقول النيرسز الاود تو تقرا اللي مكتوب على اللاين 1.5 سنتي، يبقى تحط 1.5 سنتي هيبرين، 2 سنتي هتحط 2 سنتي هيبرين. اكتبها في البروتوكول، اي حاجه حضرتك عايز تعملها اكتبها في البروتوكول. البروتوكول هو العقد الملزم ما بين التمريض والدكتور والمستشفى، والبروتوكول بيحميك جدا جدا قدام ايه اي
حد هيسال لا انا ماشي بايه، انت ماشي ببروتوكول المستشفى المعتمد من اداره المستشفى، يبقى انت عملتها. ده مثلا مثال للحته بتاعه التعقيم، اكتب كل حاجه قدام حضرتك في التعقيم اكتبها، بحيث بعد كده لما التمريض وانت بتحضر تنسى حاجه تقول لا دي مكتوبه في البروتوكول، هي قاعده بتذاكرها. جهزي الحوض، جهزي البتادين، الحوض بتاع التعقيم، جهزي البتادين، القسطره، الفوطه، كذا كذا، كل الكلام ده يبقى مكتوب فين؟ في البروتوكول اللي حضرتك هتعمله. طيب محتاج اللي انت تعمل بروتوكول، بس برضه عايز تشوف نموذج. ايه النموذج اللي معترف بيه في الانفكشن كنترول؟ اللي هو CDC. CDC هتدخل عليها هتلاقي الجدول ده كده، ده بيديك تشيك ليست، اختار منها اللي حضرتك عايز تختاره، برضو على قد مستشفيتك. يعني مش لازم ناخد حاجه الاجانب عملوها ونطبقها عندنا، مش هنعرف. تمام؟ يعني لما تجيب حاجه الاجانب مش هنعرف، عندهم امكانيات مش عندنا. مش عيب جدا اللي احنا ناخد التشيك ليست بتاعتهم دي ونروح قاطعين منها الحاجات، بيعملينها تشيك ليست، اخد منها الحاجات اللي انا اقدر اظبطها، تمام، واروح اعملها في صوره ورقه زي دي اسمها سنترال انسرشن لاين تشيك ليست. اللي بيحضر لك السنترال لاين ماسك الورقه دي وبيجهز لك، جاب الحاجه، لا الجاون موجود، لا الجلافز موجوده، لا الماسك موجود، كذا كذا، هيعمل صح 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 صح، يبقى انت بقى معاك تشيك ليست للايه، للتشيك ليست دي. على فكره هتحطها برده في البروتوكول بتاعك، اي ورقه تعملها حطها في البروتوكول بتاعك. اهم حاجه في البروتوكول لو انت واخدها كوبي وبيست من حد، احترم الحد ده وحط انه ريفيرد باي كذا كذا. لو انت فعلا مبتكرها فروم اي تو زد، حط بادجك عليها فوق. ليه تحط بادجك عليها فوق؟ عشان دي تعتبر زي حقوق ملكيه بتاعتك انت اللي ايه، اللي مبتكر الصيغه دي. لو واخدها كوبي وبيست من حد، ارجوكم حطوا اسمه، والله بتزعل. يعني انا ساعات بيجي لي مكالمات ده فلان خد مني وعمل وكوبي وبيست من غير ما حط اسمه عليها. طيب عملت القسطره، اعمل لك بقى كمان البروتوكول ده. يعني ايه البروتوكول ده؟ اتعادت في انفكشن، هتعمل ايه؟ هتحط فانكو على طول كده، ولا هتحط فورتم، ولا هتحط جراميسين في الانبول في اللاين، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ البروتوكول ده انا جايبه الكرابسي بتاع ايه، الكاستريتيا بكتيريا سيمي انفكشن، ده جايبه بتاع محمد، دكتور محمد عصام، وكلينيكال باثولوجيست، وحد من صيدله، وكان راجعه دكتور احمد فتحي كوري في الكيو سي في اسكندريه، وبرده في دمنهور هتلاقي واحد. انا بس الحق عشان عملتها بسرعه للحقت اللي كان جاهز عندي. بتعمل لنفسك بروتوكول، البروتوكول ده مفيش داعي نجيب كوبي وبيست من الاجنبي. الاجنبي هيقول لك فانكوميسين ليفل. طب هتعمله ازاي؟ هتعمل ازاي فانكوميسين ليفل مثلا؟ يعني انا بديك مثال، اعمل بروتوكولك على حاجه مصريه عملتها وانت بتشوف اللي تقدر تعمله عليه، او حاجه على قد مستشفيتك. وطبعا لازم تدخل الانفكشن كنترول معاك، لازم تدخل المايكروبيولوجي معاك، والصيدله على الافيليبيلتي اوف ادويه. فبتعمل بروتوكول لنفسك لو حصل انفكشن للقسطره. انا بحب الطريقه دي. ايه الطريقه دي؟ انا وصلت فين؟ السهم باظت؟ لا ما باظتش، لا طلعت ما طلعتش، المزرعه زرعت ما زرعتش، طب زرعت ياخد على ايه؟ واعملها لنفسك في صوره ايه؟ في صوره الجوريزم. يعني هتعمل البروتوكول، حد بس يكون بيعرف يعمل الشغل ده على الكمبيوتر يعمل بروتوكول ويعمله في صوره الجوريزم كده، هتسهل عليك جامد قوي، بحيث بعد كده حد صغير جه حد كبير جه، هو هيشوف هو العيان ده واقف في الحته دي فين ويمشي ورا السهم. تمام؟ ده كاستر ريليتد بتاع دكتور محمد عصام والمجموعه في اسكندريه. يبقى احنا كده خلصنا قصه الاساطر. السونار، موضوع السونار احنا في الاول كان زمان طبعا اللي هو الترولي الكبير ولسه هو اللي موجود، وبعد كده البورتابل، بعد كده البالم، بعد كده اب تو ايه، اب تو الوايرلس، وهجيب هجيب الصور بتاعته. النصيحه لحضرتك اي سونار اشتغل، يعني ما نقولش لا ده انا هستنى هفتح الوحده بتاعه الانترفنشن لما اجيب الوايرلس اللي انا شفته مع دكتور معتز في القصر العيني. لا، مش اشتغل باي سونار هيشتغل، بدل هو في البي مود بتاعك العادي هتعرف تشوف الكيدني، هتعرف تشوف الجرافت بتاع الرينال كذا، حتى لو من غير دوبلكس اشتغل، وهات بعد كده البروب اعمل سوي، بس اشتغل. يعني عندك سونار ابدا افتح الوحده، عشان بعد كده الدوبلك السونار ده هنستخدمه طبعا ماشي في الالترا ساوند، وهنستخدمه مينلي كانترفنشن فين؟ في الرينال بايوبسي. الرينال بايوبسي طبعا حاجه كويسه جدا، بس طبعا فيري يعني دي ما فيهاش اللي احنا فيها نسبه خطوره شويه. هقول لكم الخطوره دي في ايه. طبعا اسهل حاجه لو انت حضرتك لسه بادئ تجهز وحده، اللي انت تجيب النيدل، تمام، ومعاها الايه، ومعاها الجن بتاعتها، تمام، اللي هو المسدس، بلاش الطريقه العاديه بتاعت هندخل. لو قدرت اللي انت السونار بتاعك تجيبه بالجن وتوصل وكل حاجه، ده منظر الجن مع النيدل، تمام. نجيبها من الاول، يعني لو احنا لسه في البدايه لا نجيب، لو نقدر نجيب النيدل احسن. ودايما اتاكد ان انت ما تنساش المربع الصغير اللي على الشمال اللي انا حاطه ده، مش عارف بس النور هيظهر ولا لا. بعد لما بنسحب العينه لو انت ناوي على الكترون مايكروسكوب او لايت مايكروسكوب او كذا، تبقى مظبط مع المعمل.
انت عايزني ابعتها لك على ايه؟ على ملح، لا على فورمالين، لا على جلوترالدهايد، لا ده دكتوره فلان، لا ده دكتور علان، ابقى مظبط مع المعمل ابعت لك العينه على ايه؟ كذا مشكله بتحصل، الدكتور بيسحب، بعد ما يسحب هحطها فين؟ كذا، العينه باظت. المعمل هيرضى ايه؟ وحضرتك اساله الباثولوجيست، اساله دكتوره وسام او دكتوره صوص عن الموضوع ده، الموضوع ده بيجي لهم وللاسف كتير، ان العينه بعد لما تجي لهم مش محطوطه على الحاجه اللي دكتوره وسام عايزاها، مش محطوطه على الحاجه اللي دكتوره سوسن عايزاها، فبالتالي بعد لما خرمت العيان وجبت حته من الكلى وعملت كل ده، العينه ممكن تبقى راحت للباثولوجيست ايه؟ بايظه. فمعلش افتكر الكلمه دي، افتكر الراك اللي جنب السونار بتاع الكدني بايوبسي، افتكر ان هو الراك كامل، بحيث نويت اللي انت تسحب يبقى معاك الحاجه، مش بعد لما تسحب هنلاقي المنظر بتاع ان احنا ايه نجري على نجري نشوف ايه. ودي لسه على فكره يعني بشوف حتى في مستشفيات كبيره ولسه حاصله قريب. يعني نفس الكلام اللي قلناه في القسطره هنقوله رينال بايوبسي بروتوكول. انا بقى البروتوكول ده مهم جدا لان البايوبسي طبعا انترفنشن اكتر من حتى الايه القسطره. هنعمله بنفس الكلام، بري بروسيجور، بروسيجور، بوست بروسيجور. بري بروسيجور انت عايز تجهز العيان بتاعك بايه؟ انت هتكتفي بسي بي سي واي نار تمام مثلا، ولا هتكتفي ان هو يبقى صايم؟ طب ما ياكلش عشان كذا، طب لا انا هعملها في حجره انترفنشن، لا انا هعملها في العمليات، انا عايز امن واعملها في العمليات. طيب البروسيجور خلاص احنا شرحناها في قصه الايه، بريبير الجان وجهز الجان وجهز النيدل والنيدل انواعها ايه والكلام ده. طب البوست بروسيجور هيروح ولا هيقعد عندك ست ساعات مثلا، ولا هنتابع له البول كل ساعتين يدخل يتبول ونتاكد ان هو ما فيش هيماتوريا مثلا او حاجه؟ كل حاجه حضرتك نويت عليها اقرا كده في الموضوع، عايز تاخد التمبلتس دي وتعمل عليها جود عليها بس شويه، ظبط على وحدتك تمام، وقول انا هعمل بروتوكولي، انا هبيت العيان، محدش يقدر يقول لحضرتك لا، انا همشيه كمان ست ساعات، محدش يقول لحضرتك لا، حضرتك الطبيب المسؤول، وهقول يعني ايه المسؤول والاستشاري كمان شويه. خلاص ده رينال بايوبسي بتاع المنصوره، ده كان بتاع انا مصورها من الدولي مثلا، انا حاطه بالعربي اهو، نفس الكلام اللي انا عامله بالانجليزي اللي فات ده كان بتاع دار الفؤاد، نفس الكلام بتاع الانجليزي، لا هعملها بالعربي بس بطريقتي. حط بروتوكولك، يعني دايما يا جماعه انا بقول مد الحافك على قد رجليك، مش لازم انت ما عندكش اسم داخلي ومش هتبين، ما تكتبش المريض هيبات وتقعد تجري ورا البطن هيبيتوه، خلاص قول المريض هيقعد ايه لحد بالليل وايه وهيمشي. ده كان البروتوكول بتاع المنصوره، كان الدولي كانوا عاملين كده. احنا خلصنا الاساطر وخلصنا السونار. اخر حاجه اللي هي طبعا للاسف مش واخده حقها في مصر حتى الان هي البروتونيال دايلسيس. طبعا مش واخده حقها في مصر بس برضو هي لازم لو احنا نوينا نعمل بروتونيال دايلسيس ابقى عارف كل الحاجات دي، الانواع بتاع التروكارات، لا الانواع بتاع الاساطر واخر الاسطره شكله عامل ازاي. واهم حاجه طبعا في في البي دي الان والاوت. الان دلوقتي خلاص بقت اوتسوكا موفراه بس لاماكن معينه على حد علمي، برضو منهم دمنهور والمنصوره بيطلع لها لاينات معينه مش لاي حد برضو، فلازم تو بي لينكد، يعني ما فيش حد هيقول انا هبدا دي من بي دي من بكره من غير ما يرجع الى الناس اللي شغاله بي دي اللي هي وليكن دمنهور والمنصوره الدولي شغالين على حد علمي حتى الان نرجع لهم، لان هم اللاين مش هيفتحوا لك الا لما تكون عامل له ريت ليها قصص كده، ان هو مش هيقول لك لا هات لي خمس علب بي دي وخلاص، لا هو هيبقى عايز منك اللي انت تكمل له، لا انت عندك بروجكت، عندك عيان اتنين تلاته، كل ده بيفرق. وطبعا الخارج بيتجمع، انا مش هتكلم على البي دي كميديكال، هتكلمه برضو كاداره. عملت بي دي وحطيت عياده بي دي، لازم تعمل بي دي ايه ايدوكيشن، العيان هيغسل في البيت، ما ينفعش يغسل في البيت وهو مش ايدوكيتد تمام. ادوكيتد ازاي؟ دي عياده امراض الكلى، اليافطه دي انا كنت مصورها برضو من المنصوره الدولي، حاطين بروشورات بييجوا يقعدوا مع العيان تمام، يشرحوا له هتدخل كذا، هتطلع كذا، هتخلي الكيس في جسمك قد كذا، لا بالليل هتعمل كذا، وانت بتستحمى تعمل كذا. فالكلام ده البي دي وباكستر لو انا فاكر صح برضو او شركه تانية، في فيديو كده مشهور بالعربي للبي دي بيدوا للعيانين، لو انا فاكر صح كانت باكستر، بيدوا للعيانين ويسمعوا كذا مره لحد ما يبقى اكسبيرينسد في الايه في البي دي. البي دي نصيبه في مصر قليل فانا مش هتكلم عليه كتير. انا كده خلصت الثلاثه الميجور بتوع الانترفنشن نيفرولوجي. هدي حاجات بقى اللي هي لازم تعملها لو انت خلاص قررت يبقى عندك انترفنشن نيفرولوجي. لازم يكون عندك انفكشن كنترول كويس. احنا دلوقتي ما بقيناش دكاتره كلى بنتعامل من بره مع المكنه، حطي له 3 لتر، حطي له 4 ساعات، انت مش داخل جوه جسم العيان. انت دلوقتي وانس حطيت كلمه انترفنشن انت داخل جوه جسم العيان، فلازم يو ماست انفكشن كنترول. طيب يو ماست انفكشن كنترول انا ممكن اقنعك بيها بالصوره دي، انا عامه انا ما بغسلش ايدي بالطريقه دي تمام، بس انا هقنعك بيها بالصوره دي انا، فانا هقنعك عشان كده. ده جهاز كده صغير جبناه جالي مش حاجه ما كده، بتدخل ايديك فيه
الجل اللي محطوط فوق ده، انا بس مش عارف احط البتاع، الجل اللي محطوط فوق ده كحول، بس اللي هو اللي بيشع ده، مش فاكر اسمه ايه، فلورسين بيشع. وبعد لما تغسل ايديك بالطريقه العاديه، انا لما بعمل ايديا كلنا لما نيجي نعمل ايدينا هنعمل ايه، الطريقه اللي احنا بنعملها قبل ما بنتغدى، تمام، تيك 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 وايه وكده اهو خلاص وندخل، صح. الطريقه دي غلط تماما. طب انا هقتنع ازاي انها غلط تماما لو انا وريت حضرتك اللي انا عملتها بطريقتي العاديه، وعشان انا هتصور فواخد بالي ان ايه هيصوروا ايدي، فلو واخد بالي اللي انا ازود فيها طلعت ايدي بالشكل ده، الشكل ده اللي هو ايه، شايفين كل الاسود ده، الخطوط السودة دي حتت ما وصلهاش الايه الكحول، عشان بس الكورونا والكحول وقصه اللي هي النقطتين والثلاثه، فعلا الكلام ده مش شغال. طب ودي ايدي بعد لما عملتها ايه بالطريقه اللي هم عايزينها، اللي هي كده وكده والحركات اللي هي بتاعه الانفكشن كنترول دي، الايد ايه هتلاقوها ابيضت. الصوره دي مش للدعايه يعني، الصوره دي فعلا واقعيه يعني، دي انا جربتها على نفسي وصورت. ففعلا الانفكشن كنترول مهم، تمام. احنا هنبقى جوه العيان، السيديشن مجرد اللي انت قررت اللي انت هتنيم العيان بتاعك دورمي كام اهو، هتنويهم في اي حاجه، هتحقن العيان حاجه، اتاكد اللي انت حاطط العيان على ايه، على مونيتور. ما ينفعش اللي انت تعمل انترفنشن نيفرولوجي يونت وهتبنج العيان وهتنيم وهلوسه شويه كده، وما ينفعش يبقى على مونيتور، انت مش ضامن ايه اللي يحصل. فدي من الحاجات الميديكال ليجل. ومجرد جبنا سيره المونيتور يبقى لازم بعد المونيتور يبقى عندنا ايه، كراش كارد. الكراش كارد موجوده، بس انا في اغلب الوحدات اللي انا شفتها هي الميزه انها موجوده، بس ايه اللي ناقص بقى، عندك حاجتين ناقصين، يا اما الحاجات اللي جواها بتبقى ناقصه بسبب انها بتعتبر كمخزن، يعني ناقص حاجه من الوحده، روح هات منين، من الكراش كارد. فبالتالي ممكن تفتح كراش كارد كتير موجود في وحدات تلاقيها فاضيه من جوه، عشان الدكاتره استغلتها انها اتعاملت معاها كمخزن. تاني حاجه بقى المشكله الاكبر انها بتبقى موجوده بس الدكاتره ما بيعرفوش ايه يشتغلوا بي ال اس و ال اس، ما بيعرفوش يشتغلوا عليها اصلا، يعني هيبقى واقف العيان هيكوده ويجيب كود بلو وينادي دكتور الاي سي يو ايه يتعامل، بس احسن من ما فيش دكتور الاي سي يو وهو بيتعامل، على الاقل يلاقي جنبه الحاجات الايه اللي يعرف يتعامل بيها. فانت حاول برضو لو انت فتحت انترفنشن حاول يبقى انت متامن نفسك بالمونيتور، حاول يبقى انت متامن نفسك بالايه بالكراش كارد. بدل جينا بقى على قصه الكراش كارد وبدانا ندخل في القلق بتاع الانترفنشن، دكتور زغلول كان طلب مني ان انا احط جزء في المحاضره، انا كده خلصت المحاضره، احط جزء في المحاضره على الكونسنتات اللي هي الحته القانونيه في الموضوع. انت دلوقتي هتدخل تركب قسطره، الله اعلم هتجيب لي موثوركس ولا هتدخل تجيب تعمل رينال بايوبسي، الله اعلم بقى هيماتوريا، دخلت في سبلين، دخلت في حاجه، الله اعلم ايه اللي هيحصل. يعني الكونسنت العادي اللي احنا ماشيين بيه اللي هو ده الكونسنت المصري اللي اغلبنا بنتعامل بيه، وقر انا الموقع فلان ان انا افوض اطباء المستشفى والقائمين في اجراء العينه، الاجراء الكلوي، الاجراء الطبي اللي هو هنكتب فيها ساعتها اجراء عينه كلويه او اجراء تركيب قسطره مزدوجه للغسيل الكلوي الدموي، وقد تم شرح طبيعه الاجراء الطبي او الجراحي والمضاعفات اللي ممكن تحصل والكلام ده. عاده هو ده الكونسنت اللي احنا موجود، صح كده ولا في حد عنده كونسنتات تانيه؟ ما شفناش كونسنتات اصلا. طيب هي عامه هو ده الايه، ده الكونسنت اللي موجود في اغلب الورق اللي هو الحكومي، تمام، العادي. طب تخيل ان ده كونسنت بقى اللي انا حاطه ده، تمام، يعني انا حاول اجيب لكم كل الكلام ده ان شاء الله اسيبه، بس ده كونسنت موجود في السعوديه، خلاص شوف الكونسنت عامل ازاي. الفكره امن نفسك تماما 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 في الكونسنتات، اكتب كل حاجه وارده الحدوث، حتى لو نسبه حدوثها 1%. احنا كدكاتره عندنا الايجو بتاع يا هو حد هيعمل لي حاجه، انا خلاص ما انا اكيد بفيد العيان، اضمن لك 100% حد يقدر يعمل لك. طب اقول لك حاجه تانية بقى، احنا بس عشان بنسجل عامه هيتعمل لك، احنا ما انتش في حاجه اسمها محامي تعويضات يا جماعه، في حاجه اسمها في مهنه اسمه محامي تعويضات بتاع دكاتره ميديكال دلوقتي، يعني حتى المحامين بقى في ميديكال ونون ميديكال، خلاص ففي حاجه اسمها، فتقدر يتعمل لك. لا ممكن طبعا حد يضرك جدا بسبب كونسنت انت نسيته، في مستشفى بتاع كبيره جدا عندنا في اكتوبر قفلت بسبب كونسنت، واتفتحت بعد كده بايه بقى حاجه استثماريه كبيره يعني، وبسبب كونسنت عادي جدا ان يحصل كده، تمام. فتيك كير من الكونسنت، كل ما تقدر تكتر في الكونسنت تكتر في الكونسنت. اوعى تخاف، اوعى تقول انا مش خايف. اذا كان حمله تطعيم فيروس سي نفسه اللي هي الكوفيد والفيروس سي بتاع تحيا مصر، تحيا مصر نفسها مضونه على كونسنت، واظن انتوا شايفين تحيا مصر، خلاص ما ينفعش يعني هم نفسهم خايفين، تحيا مصر بيمضي على كونسنت، الكوفيد بيمضي على كونسنت، واحنا نقول لا ده احنا هنركب قسطره، ده احنا هنعمل عينه من غير ما ايه ما نمضي كونسنت، بس هم فاهمين. طب لو انا هتكلم معاكم ندخل بقى في حته الكونسنت شويه، طيب هو في حد عارف يعني ايه موافقه خطيه وموافقه شفهيه وموافقه ايه ضمنيه؟
الخطيه خلاص اللي هي الايه كتبت كده وخلاص يعني اللي هي الكونسنت العادي اللي احنا عارفينه. طب ايه هي الموافقه الشفهيه؟ لا ده العيان قال قدام قرايبه قدام الناس خلاص انا موافق يا دكتور، دي برضو طبعا لا يعتد بيه. طب ايه الموافقه الضمنيه؟ الموافقه الضمنيه ده اللي هو انت فهمت اوتوماتيك ان العيان موافق على، زي لما تدي له معمل وتقول له روح اعمل لي ايه انت دبل ستراندد، ما ينفعش يقول لك الدكتور طلب مني تحاليل، طب ما انت خدتها ورحت وعملتها فين؟ في المعمل. فدي اسمها موافقه ضمنيه. لا طب ما هي دي مضمون، امال انت رحت ليه؟ تمام. دي انواع من الموافقات. دبي وعامه دبي والسعوديه كويسين قوي في موضوع الكونسنتات، عامل لك ايه هو اللي انت مفروض تقوله لعيان وقت الكونسنت. هتقول له خطه العلاج، هتقول له حاله المريض والتشخيص، هتقول له الاجراءات ايه بالظبط، ايه هي المضاعفات، ايه هي الخطط بتاعتي لو حصلت مضاعفات، ايه هي النتائج المحتمله وايه المضاعفات المحتمله وايه فتره التعافي، وايه هي المقترحات البديله للاجراء، لو انت ما وافقتش على ده نقدر نعمل لك ايه تاني، واسم الطبيب. خد الخمسه دول او السبعه دول، هو ده جايد لاين 5.10 ومن 1 ل 7، فهم سبع نقط، وحطهم في بروتوكول بتاعك انت خالص وفضيه على جنب، اعمله جدول وفضيه واملى الخانات دي. ده من ضمن احسن البروتوكولات الايه اللي ممكن تلاقيها لانها واضحه، هتدخل تتكلم مع المريض في ايه بالظبط، البوينتس ايه بالظبط. طيب السعوديه، السعوديه عملت الكونسنت ده برضو، ده الريجيم بتاعهم في الكونسنتات نفس الكلام، بس انا جايبه عشان حاجه واحده بس، هو نفس الكلام ارشادات وتوقيع وكذا وكذا وكذا. اخر حاجه انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، مكتوب فيها مده صلاحيه الاقرار، ادي مثلا ما كنتش اعرفها. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان هو مضى على اقرار فخلاص بقى طول العمر قاعد بقى بتخرمه وتعمل، ما انت ماضي على اقرار، ده انت طول واخد لك بايوبسي وفيلد وتاني يوم بايوبسي. لا هو حاطين له مده، فانت عادي ممكن تحط للاقرار بتاعك ايه مده، هم عاملينها مثلا 30 يوم بس ده على كونسنت تاني، فانت ممكن تحط للاقرار بتاعك مده صلاحيه تمام وتحطها في البوليسي. انا دي حاجه بتاعتي انا بقى، انا ماسك حاجات اداريه في مستشفى ما مثلا او حاجه، لما اجي بمضي عيان دلوقتي غير زمان، لما اجي دي فرانكلي ده العيان ده من شهرين، انا مضي ايه بقى؟ ده توقيعي الاول بستامب، بعد كده توقيع المريض، توقيع شقيق المريض، توقيع ولد المريض، هل ده صح ولا غلط؟ لا مش مكتوبه، انا عايز كده. حد هيقولي لا ليه؟ بامن نفسي. كل ما تمضي الناس على كونسنت، كل ما تمضي كذا واحد على على كونسنت كل ما اضمن لك. ليه بقى؟ لان انا شفت مشاكل ان فلان مثلا مضى على عدم غسيل او حد وبعد كده، طب ما فلان ده هو كان عايز ابوه يموت هيورثه، طب والتاني، طب وباقي العيله، طب ما خدتش راي باقي العيله ليه؟ ايه ده هيبقى انت مضيت. واقول لكم على حاجه تانية برضو في دي، في حاجه اسمها قصر الاهليه وفقد الاهليه وكامل الاهليه، العيان ده صغير ولا كبير ولا مش مدروخ ولا فاقد الوعي ولا ولا ولا، خلوا بالكم منها، لان دي ساعات المحامين بيقولوا ان العيان مضى على الاقرار ده بس يعتبر تحت التهديد، ما انت بتقول له لو ما عملتش كده هتموت، فانت اكيد هتمسك له ايه؟ مسدس. فخلوا بالكم من قصه الكونسنتات، فيها لعب كتير قوي. الجزء اللي تحت ده انا جايبه عشان كانت الدكتوره كلمتني على الوضع ده بالظبط، الكورونا كانت خلت الناس تسيب قرايبها فين؟ في المستشفيات، لما بيعرفوا ان هم كورونا ما بيجوش ياخدوهم تاني، هو عايز يغسل تعملوا ايه؟ انت محتاج تركب له قسطره، وهو دلوقتي فنتليتد فهو مش هيعرف يمضي لك على حاجه تمام. الكلام ده احنا بنشوفه عندنا في المستشفى وعاملين له بروتوكول تبع الجي سي اي، بس اقول لك على بروتوكول حلو قوي حطه عندك اللي هو مكتوب ده. اول حاجه عدم القدره على اخذ موافقه، خلاص عدم اهليته لذلك ان هو فنتليتد. طيب الاجراء اللي هتعمله ده هياثر على حياته ولا لا؟ لو هياثر على حياته يعني لو ما غسلش ما ركبش قسطره هيموت خلاص، فدي تحسب لك في البوينتس. طيب ان لو 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 في طبيبين موجودين يمضوا على ان ده نفس التشخيص، بحيث ما هو ممكن الاقرار بتاعك تبقى حضرتك دكتور ومدي قرار ايه غلط، فانت تمضي ايه اتنين. يعني انت لو عملت الاربع بوينت دول انت كده متامن نسبيا ان المريض مش قادر كذا، علما بانه بيتبلغوا اول ما يجوا ان احنا عملنا كذا ويمضوا برضو على اقرار. ده لو جم في الكورونا للاسف بقى في ناس بتسيب اهاليها في العزل وايه ويمشوا خلاص، ما فيش بقى لما ربنا يريد له يعيش هيعيش، يريد له يموت هيموت، يبقى يكلمونا بقى نشوف ساعتها هنستلم جثته ازاي. فخلاص احنا في وضع موجود هنعمل ايه؟ نمشي بالقانون بتاعنا. فبالتالي نرجع للطريقه القديمه في الفاينانس اللي انا دي القرارات دي موجوده مع العيانين، اكنكم صورتوها مع العيانين، ادي القرار مكتوب فيه فشل كلوي مزمن ويحتاج الى ايه؟ برميكاس، ادي كودها كام؟ 4006. ودي قرار تاني لعيان ده في ايه فصل بلازما 7721، ده قرار تاني ده وصلة شريانية وردية 4007 4000. اي قرار يجي لك من عيان صوره ويبقى ده الكود بتاعه. عايز تروح للموظف بتاع نفقة الدولة وتاخد منه الارقام والاسعار، خدها على ورقة خليه يطبعها لك، بس ده على مسؤوليتك، المفروض الورق ده ما يطلعش ايه ما يطلعش بره.
انا كده خلاص بقى هديكم مثال. احنا بقى خلاص المحاضره كمحاضره، احنا بقى فين الانترفنشن نيفرولوجي يونتس اللي موجوده في مصر؟ في كتير. انا على مسير على سبيل المثال ليس الحصر بس عشان دول اللي ليه لينك اللي انا صورهم او روحت او كده، القصر العيني كبدايه كنت يعني الصوره دي كنت مصورها زمان قوي، كانت عباره عن وحده صغيره سرير وايه وسونار وخلاص. دكتور معتز فتحي يعني ركز في الموضوع شويه، عمل الكيدن ده اللي هو خدنا فيه كورس كده الشهر اللي فات، قصر عين دياجنوستيك اند انترفنشن يونت، عملها لا كذا بقى بارتيشن كبير في 5-6 سراير وليزي بوي، وكل بارتيشن فيه السونار بتاعه، ومش السونار بتاعه هو عايزها ايدوكاتوري، والحته دي بلاش نركز فيها في الاول، احنا عايزين نمد رجلينا الاول، مفيش داعي للايدوكيشن دلوقتي، احنا بس نمد رجلينا. راح جايب شاشه كبيره بحيث اللي بيتصور يتعرض على الايه على الشاشه لو حد عايز يتفرج. دكتور كمال عكاشه في طنطا، دكتور وليد رفاعي، دكتور محمد صبري، دكتور رشا، دكتور عبير، كل الناس ده البروجرام بتاع طنطا، كنا برده عملنا معاهم كورسات في الجمعيه، البروجرام بتاع طنطا برده شغال كويس قوي. ده البروجرام بتاع المنصوره الدولي. انا بقى هحاول اقول لك بس على الايه الحاجات اللي في كل بروجرام. ده مثلا اللي اقدر اقول لكم تشوفوها يعني عادي، حوض وجهاز اكسجين واسمها ايه راكور اكسجين، علشان لو العيان هايبوكسيك او حصل حاجه بقى متامن براكور اكسجين، مونيتور قلناه، الاضاءه معموله حلوه قوي تمام الاضاءه. تاني حاجه الكاميرا اللي هي فوق دي بيعملوا بيها ايه؟ بينقلوا يعني بعد لما بيصور. كان دكتور زغلول ساعتها كان بيركب حركه تلك اللي هي اليوم بتاع 9 اساطر برميكاس ده، كان دكتور زغلول بيركب في اوضه واحنا قاعدين في اوضه تانية خالص زي القاعه دي على شاشه بروجيكتور، ومش لازم، ما انا مش هينفع ادخل 70 واحد في الاوضه، فبالتالي كان دكتور زغلول في اوضه واثنين بس معاه، وبعد كده على الناحيه التانية في 70 واحد بيتفرجوا فين؟ في القاعه بتاعه التدريب بتاعه مستشفى المنصوره الدولي. الصور دي انا الصور فدي برضو فكره، بس مش دلوقتي، احنا لسه بنقول ايه يعني نبدا المشروع، فنبدا المشروع اعمل وحده، التدريب ده خليه اخر حاجه، خليه كمان 5 سنين لما تبقى اكسبيرينس ده اللي انت ايه تدرب. طيب الفيوم ما عندناش اللي احنا دكاتره نيفرولوجي بتركب برميكاس، بس بتتركب في التامين الصحي وطامية عن طريق دكتور حماده سليمان، كان جه كان بيحضر معانا كورسات وكان بيجي يحضر في المنصورة الدولي وكان بيجي يحضر في كذا حتة، اتعلم الطريقة راح امبليمنت المشروع، وده اللي دكتورة نيفين عايزاه، ان عدد الاساطر عندهم يقل مش يزيد. عدد الاساطر لما تزيد عندهم دي بالنسبة لنا احنا كمجتمع النيفرولوجي في مصر تمثل كارثة، اللي احنا اولا ما بنعرفش نركب، ثانيا ما بنعرفش نركب حتة، احنا كلنا بنحاول في مكان واحد، فدي بالنسبة لهم عدد الزيادة مش زي ما انتم متخيلين، ده بالعكس هم يقولوا ياريت العدد ايه يقل ويجيلنا العيانين الصعبة بس، وهم ممكن يدخلوا في حاجات بقى في الصعبة يطلعونا انتاج احسن يعني. فبالتالي مثلا عادي حد اتعلم، حد من اللي قاعدين في الكورس دلوقتي هتلاقيه اتعلم وبعديها بشهر شهرين ثلاثة هيحضر نظام مرة في الشهر او مرتين في الشهر، وراح امبليمنت الكلام ده فين؟ في المكان اللي هو فيه. ده دكتور منتصر زيد في اسكندريه في كليه الطب، ده كان الكورس ده من اسبوع برضو اسبوعين كانوا عاملين المؤتمر بتاعهم، عندهم السي ار، يعني عندهم السي ار، ودي حاجه كويسه ان هم صراحه بيشتغلوا على سي ار، بس ده ما تبداش بيه واكنك ما شفتش الصوره دي خالص. ادفو كان دكتور وليد برضو كان معانا، ودكتور زكي كان راح لهم مع دكتوره اميره في الجمعيه بتاعه الكلى، وعادي خالص اتعلموا. ما هو ما ينفعش بقى كمان يبعت العيان من اسوان، يعني احنا بنتكلم في كفر الزيات وجنبينا واسكندريه والكلام ده، انما مش لدرجه اسوان كمان، فبالتالي اتعلموا. دكتور وليد جه واتعلم بالظبط في نفس الكورسات اللي احنا كنا بنديها دي تبع الجمعيه وتبع القصر العيني وتبع كذا كذا هقولهم دلوقتي، اتعلم وعمل نفسه وحده بسيطه، جهاز سونار، جهاز سرير، كشاف كويس وخلاص. طيب وحده دمنهور، انا الصور بعتها لي دكتور حازم عشان ما صورتهاش الصراحه، تعقيم، انا حاطط الحاجات الزيادات طبعا مش كل الوحده، الدولاب اللي بنحتفظ بيه بالحاجات، السونار، الصوره اللي على اليمين دي دكتور حازم تمام. انا كنت فاكر الصراحه اللي فوق دي هي تبان ايه اللي هو لابسها دي، تبان انها ايه؟ نعم كشاف بالظبط. طيب كويس، انا بس عشان كنت فاكر كده ففاكر انها غلط، انا سالته دلوقتي حلو قوي الكشاف اللي انت لابسه يا حازم ده، قال لي دي كاميرا، اللي هي الكاميرا اللي قدامكم دي اللي هي بتصور، فهو عامل ايه؟ لابس كاميرا بحيث ان هو يصور الفيلد وبعد كده يبقى الحاجات دي ايه دوكيومنتد عنده، فدي فكره جديده يعني، كنت الصراحه فاكرها كشاف، فلقيتها كاميرا وبيصور ويبقى الحاجات دي دوكيومنتد عنده كدمنهور عامل ارشيف للحاجات اللي صوروها او تعليمي حتى يديها لحد يتعلم هو بيعمل ايه حلو. فبالتالي ده مثلا كوحده دمنهور، دي هتشوفوها ان شاء الله. طيب اتعلم بقى انا الكلام ده فين؟ يعني انت قلت كلام كويس قوي وعايزين نجربه في وحدتنا،
اتعلمه فين؟ الانترفنشن نيفرولوجي لو كان بدأ من زمان، بدأ من قديم، او يعني انا ده اللي لقيته عندي بروشور نيفرو اليكس في 2013 كان عنده فاسكولار اكسس ايه سيشن، فكانت زمان بتبدأ انديفيدوالايزد، لحد ما دكتور جمال في 2015 مع بداية رئاسة الجمعية في 2015 قال هنعمل حاجة اسمها، دكتور جمال السعدي قال هنعمل حاجة اسمها انترفنشن نيفرولوجي شابتر، وراح عمل فريق، عمل حاجه فريق اسمها الانترفنشن نيفرولوجي اللي هو اللي موجودين دكتور اسامه ودكتور معتز ودكتور تامر ودكتور زغلول ودكتور فاطينه جايه دلوقتي دكتور احمد دوني، وقال ده فريق يتولى قصه ان انتوا تعملوا لنا مؤتمرات انترفنشن نيفرولوجي تعلموا الناس اللي احنا قاعدين بنقوله دلوقتي ده. وعملنا مؤتمرات كتيره جدا، بدات بالمنصوره، وبعد كده الثلاثه دول كانوا اول اتنين دول كانوا في القصر يعني عند الدكتوره فاطينه في الاطفال، وبعد كده وكان فيها كل ده 7 و8 ووادي الثامن وادي العاشر، كل شويه كان في مؤتمر، بس ده كانت البري كورونا ايرا، لدرجه ان الاي اس ان نزلت خبر عندها قالت ان النيفرولوجيست تيك ا كورس ايجيبت، نيفرولوجيست تيك ا كورس انترفنشن نيفرولوجي، يعني الاي اس ان نفسهم اعتبروا ان دي حاجه ايه، ان المصريين بيعملوا كورس انترفنشن نيفرولوجي، وفي مؤتمر ما منهم في 2018 تمام. فعملوا الكلام ده وفعلا كان فيه حضور من الكورسات دي كويس قوي. دكتور احمد دنيا لو تركزوا في الاشكال يعني الناس اللي بتحضر بمعنى اصح دول كانوا افريقي، يعني الكورس كان بيعمله دكتور حسين للافارقه، وكان في انترفنشن نيفرولوجي سيشن دكتور حامد وبيشرح على الموديل، جايبين موديل كده للبي دي، حامد العراقي بيشرح على الموديل، جايبين البي دي موديل وبيدربوا عليه الايه ازاي تدخل القسطره وازاي كذا وازاي البول يطلع تحط دكتور حازم البي دي ده دكتور ابراهيم الزيات في القصر العيني عند دكتوره فاطينه، هو بيعلم الناس ازاي يركبوا الايه التنكف والقسطره البي دي. الكلام ده كله الله يرحمه دكتور حسين دي كان الارتكل اللي هو عاملها، ان احنا كنا كل ده في الكوفيد ايرا، وبعد كده بطلنا ساعه ما وقفنا بقى بدا يدخل الايه الزوم. احنا ما وقفناش كانترفنشن نيفرولوجي جروب، بدانا نعمل الايه المحاضرات اللي احنا بننزلها لكم كل شويه، دكتور طارق الدياستي دكتور ياتل دول كده كانترناشنال، دكتور زغلول دكتور تامر دكتور اسامه دكتور معتز، كل الحاجات اللي احنا عملناها كايه كاونلاين، لان ساعتها كانت فتره الايه الكوفيد فمش هنتقابل، فعملنا كملنا نشاط الانترفنشن نيفرولوجي كاونلاين ميتينجز. وبعد كده حديثا بقى من شهر بدانا اللي احنا يتعمل ده القصر العيني، كان الوحده بتاعت اللي هي في القصر العيني كان دكتور معتز عمل كورس على سونار واساطر وكل حاجه، ومعاهم كمان السونار الجديد اللي هو الايه الوايرلس اللي هو بيتوصل بايكونه زي اللي انا حاططها كده على الموبايل، ويتعمل السونار على ده دكتور السونار على الشاشه بتاعه الموبايل بدل ايه بدل ما يبقى فيه سونار. فبدانا نرجع تاني بالايه يعني بالحضور الفعلي بدل الايه كورونا خلاص انا اعتبر انها مشيت خلاص، وبدانا نرجع تاني للحضور الفعلي. وكان بعديهم رحنا دمنهور من شهر تقريبا في نوفمبر مركز الكلى والمسالك في ميد غمر، وكان برضو وركشوب على البي دي لان كان في تعليمات عليا ان يشتغل البي دي في المستشفى دي تبدا كبدايه، ونفس الكلام راح حامد والدكتور اسامه وكان دكتوره دي يعني الجروب راح وعلم الناس كبدايه للبي دي. كل الحاجات اللي انا قلتها فاتت دي متسجله على اليوتيوب، يعني لو حضرتك ولنفرض ما حضرتش ولا حاجه خالص خلاص هتدخل على الفيرتشوال اكاديمي هتكتب الاسامي اللي انا حاططها لكم دي هيطلع لك كذا حاجه، ادي محاضره دكتور تامر محاضره دكتور زغلول وادي محاضره دكتور احمد دنيا دكتور تامر السعيد دكتور معتز فتحي، كل المحاضرات اللي احنا اديناها دي متسجله على اليوتيوب فين على الفيرتشوال اكاديمي. فحضرتك بس مجرد هتدخل وتحمل الايه المحاضره ده، لو هنفترض ان حضرتك ما حضرتش اي حاجه وعايز تبدا النهارده من الستارت ادخل على اللينكات اللي انا حاططها دي حمل المحاضرات كل واحده. انا طبعا بس عشان الشاشه جايبه 6 انما طبعا في على الاقل مثلا 20 30 40 محاضره متسجله يوتيوب اكن حضرتك حضرت الايه اكنك حضرت الكورس بالظبط. بس طبعا وقت التنفيذ الفعلي ما ينفعش اللي احنا نعتمد على يوتيوب، يبقى هنعمل البروجرام اللي هو قايلينه في دمنهور، لا كل واحد هيختار يوم في الشهر وهيجي لمده شهرين ثلاثه ويظبط، وده احسن حاجه اللي انت ماشي اسمع من اليوتيوب في الاول اعمل لنفسك الايه البيز اللي هتمشي عليه، وبعد كده لازم تمسك بايديك وتجرب. الفاسكولار ده الفيرتشوال اكاديمي اللي هي بقى دلوقتي عشان الله يرحمه دكتور حسين بقى اسمها شعشع كيدني اكاديمي، عليها برضو كل الفيديوهات ده، وقلت اجيب لكم من عليها الفاسكولار اكسس جايد لاينز مثلا دي كان دكتور تامر هو اللي عاملها، عامل شيت كويس واندورسد من الجمعيه مكتوبه اهو فوق زي مكتوب بريبيرد باي دكتور تامر ازاي اللي انت تاسس الفيستولا تعمل لها ايه على المانثلي كل شهر هتعمل ايه مثلا. انا بتكلم على مثال، هو في كذا
حاجه موجوده، وده الشيت بتاع الفاسكولار اكسس، وده مثلا طب انت عايز اكتر، لا انا في مثلا دمنهور عاملين حاجه ودكتور زي اول ما نشر ريتروجريد فيمورال ابروتش، ادخل على سايتات الفيسبوك اللي ليها علاقه في الانترفنشن هتلاقي كلام كتير قوي. طب انت برضو لا انا عايز اكتر اكتر، الكتاب ده نزل، ده فيرجن بتاع 2022 انترفنشن نيفرولوجي، مش عارف 300 صفحه 350 ورقه فيهم كل الكلام ده مشروح باستفاضه قوي، لو حد عايزه يقول لي برضو ابعته له موجود. يعني لو عايز تقرا ماشي، عايز تحضر محاضرات ماشي، عايز يوتيوب ماشي، عايز تيجي وتمشي ايديك في الاساطر، زبط مع دكتور زغلول او دكتوره سلوى او دكتور حسن، دكتور كل يعني حازم، كل الناس الموجوده، دكتوره نيفين، دكتور وليد، كل الناس الموجوده هيساعدوك لو انت عايز تمسك بايديك. بس الاول اتفرج على شويه حاجات وابدا ظبط، لو انت مش ناحيه هنا ظبط مع دكتور معتز في القصر، ظبط مع دكتور تامر لو بيعملوا حاجه في عين شمس، المنصوره لو بيعملوا لسه. بس طبعا الرقم اللي انا شفته من دكتوره نيفين ده رقم هيرويك، موضوع 20 قسطره في اليوم ده رقم كويس جدا يعني، تمام يعني حد ان هو يجي يحرق يوم بس شاف 20 قسطره بتتركب قدامه منهم 3 برميكاس، ده رقم كويس جدا. تمام انا كده خلصت. فاينلي بقى دون وهارم، ما يعجبناش الحاجات اللي احنا شفناها ونروح رايحين يلا يا حاج ايه هنبدا بقى نركب بسم الله، لا اول شوف وجرب وبعد كده نبدا نجرب على العينين. خلي العيان بتاعك اخر مرحله خالص بعد لما تكون ايه اتعلمت، عشان ما يحصلش كومبليكيشن، لان الكومبليكيشن في الحاجات دي ما بتبقاش ايه ما بتبقاش سهله خالص وممكن تودي في داهيه يعني. تاني حاجه في ناس بتقول ما بنعرفش نوصل للحاجات دي، انا اي مؤتمر يجي لي اي حاجه تبع اي حاجه، مش لازم جامعيه، تبع نقابه، تبع جامعه، تبع جامع، تبع اي حاجه، بنزلهم على الجروبين دول نفرو ايفنتس على الواتساب واطباء كده في مصر على الايه على الفيسبوك، لو حد مش متضاف عليهم بس قول لي ضيفني بس هضيفك، انا بنزل اي حاجه يعني، لو دكتور كيل عطس يا جماعه بنزل ان دكتور كيل عطس خلاص، فيعني من الاخر يعني، فبنزل اي حاجه، انا مش لينكد لحد، انا يعني مش تبع جامعه يعني، مش تبع، بنزل اي حاجه لاي حاجه خلاص. انا كده خلصت، تحت امركم في اي سؤال، احاول ان انا الحاجات المهمه اجيبها لكم اسيبها مع حازم يعني، نعملها ملف بي دي اف، لان طبعا مش كله هينفع يتحط صور وفي حاجات، فتحت امركم يعني في اي سؤال. شكرا.